مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. موضوعنا اليوم، طبعا الشهر هذا كله استعدادات 2021، وإن شاء الله يعني رح أحاول أني أكون معاكم جزء كبير من هذا الشهر. نتكلم عن الاستعدادات، ويعني رح نتنقل بين زوايا متعددة. الشيء اللي أنا اهتميت فيه هذه السنة أن نركز عليه، اللي هو موضوع عندنا كتابة الأهداف والنوايا وتصحيحها، وهذا موجود عندنا في قفزة 2021، موجود على الموقع، للي مهتم يقدر يحصل على الكورس. وبرضو عندنا رسائل النهايات. رسائل النهايات هو كورس شوي عميق، يتكلم عن كيف تعرف إذا الموضوع بيخلص، كيف تعرف إذا القصة بتخلص، كيف تعرف إذا الهدف بيخلص، كيف تعرف إذا النية قربت تخلص، كيف تعرف إذا العلاقة قربت تخلص، كيف تعرف إذا حياتك قربت تخلص. كل هذه الرسائل اللي المفروض إنه إحنا يعني نلتقطها. هذا الكورس ممكن يعني مو شخص مبتدئ يعني بيحب هذا الكورس، يعني في الغالب الأشخاص اللي سبق إنهم حضروا كورسات مثلاً تنظيف أو حضروا كورسات في الوعي. عندنا الكورس الثالث هو صراحة كثير مفيد أعتقد السنة القادمة، اللي هو كورس البومة الزرقاء، وهو كورس عن الحظ. ليش؟ إنه السنة الماضية تكلمت عن الفيل الأبيض، وهو الكارما أو الورطة أو النحس أو الأزمة اللي أنت جاي تحلها في هذه الحياة. كل واحد فينا جاي وعنده قصة بيحلها، عنده لغز بيحلها، هذا هو الفيل الأبيض. الآن أبغى أقول لك إنه أيضاً أنت عندك حظ في هذه الحياة، بس مو أي أحد يحصل الحظ. الحظ عنده خلطة، اللي يكتشف الخلطة يستفيد منها. أنا حطيت لك الخلطة في هذا الكورس. وش بعد كنت أبغى أقول؟ اليوم اللي هو اليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة، ونبغى نقول يا رب كل سنة والإمارات بحب وسلام وجمال. وأنا عشت فترة من حياتي في دبي، عندي فيها ذكريات كثير جميلة، ويعني يعجبني فيها درجة الأمان، كثير كثير مريح درجة الأمان فيها. مو سهل إنك تعيش في مكان تقدر تطلع في نص الليل تمشي، يعني تحس كذا إنه أحد يقدر يمسك، أحد يقدر يقرب لك. شعور جدا مريح، وشعور ايضا مريح انه ما حد يقدر يصورك، ما حد يقدر يتكلم عليك، ما حد يقدر يعني يقول عنك كلام. تحس انك يعني كذا، يعني في ذاك الوقت كثير حسيت بالامان، تحس انك يعني في حمايه، مكان في حمايه. فالله يتمم عليهم ويزيدهم يا رب حب وسلام وامان ورفاهيه ورفاه واسترخاء. خلونا نبغى نتكلم عن علاقات 2021، بس دقيقة عشان ما يزعجنا المخيف. نبغى نتكلم يا جماعة عن علاقات 2021. يعني يمكن البعض متحمس انه يعني يتعرف على احد، او انه يشارك أحد في صداقة أو علاقة أو حياة عاطفية أو مشروع، أو يعني حتى لو زبالة عمل. ففي أشياء من الجيد أن ننتبه لها، لأنها راح تكون حاضرة كثير في 2021 وما بعدها. يعني طبيعتنا إحنا قاعدين نتغير ونمر بظرف مختلف، فراح تظهر هذه السمات علينا كبشر، وهي سمة الوضوح. الوضوح مع الوقت احنا قاعدين نكون اوضح اكثر،
ونتعامل مع بعض بوضوح أكثر. والناس ما راح يكون عندهم وقت للمجاملات، يعني ما راح يكون عندهم وقت انهم يعني يحضرون حفلة او يحضرون اجتماع مجاملة المدرين، ما عاد في هذه الاشياء. او كل ما تقدم فينا الوقت راح تلاحظ انه الناس ما عادت تجامل، ولا عادت الناس يعني بتخبي اشياء كثير او بتنتظر او بتعطي فرصة وفرصتين وثلاثة وعشرة. راح يصيرون الناس واضحين بحبهم بزعلهم باحتجاجهم بفكرهم باعتقادهم بوجهة نظرهم. يعني الفترة الماضية كان الناس خصوصا قبل 2020 كان الناس كثير يجاملون بعض في أفكارهم في معتقداتهم، يعني مجاملات بس كذا، يعني عشان فلان ما يزعل، عشان فلان ما يدري أنا وش تفكيري وش معتقدي وش ديني وش منهجي وش اتجاهي. هذا ما كل يوم قاعد يزيد، خصوصا في 2021 راح نلاحظها أنها لن تكون مهمة، ما راح تكون موجودة anymore. ما في أحد بيقعد يعني يضيع وقت عشان يعني يجامل أحد، راح تكون موجودة. وهذا راح يخلي عندنا تحدي كثير في علاقاتنا، راح يخلي عندنا تحدي خصوصا إذا أنت معتمد كثير على فكرة المجاملات وأنك حاط ماسك طول الوقت وأنك أنت يعني تسوي شيء غير حقيقي. هذا راح يخليك في اختبار، راح يخليك في اختبار، لأنك تقول لنفسك طيب أنا طول عمري أجاملهم ليش ما جاملوني، طبعا أنا طول عمري أسوي لهم ليش ما سووا لي، طبعا أنا طول عمري أقول لهم ليش ما قالوا لي. فراح تحطك الحياة في اختبار، تقول لك ستوب 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 الماسك هذا، ستوب خلاص حان الوقت انك تنزع هذا الماسك وتتعامل بوضوح. يعني انك تتضارب وتهاوش بس بوضوح، اللي تحبه تحبه واللي ما تحبه ما تحبه، يعني ما يحتاج كل هالطاقة اللي نحطها في المجاملات اللي ما تودينا ولا تجيبنا. هذا إذا كنت أنت شخص تقوم بهذا العمل راح تختبر في الغالب في 2021. إذا كنت أنت حولك ناس يحطون أقنعة ويجاملون ويعني يبهرون على قولتهم، راح يبينون لك في 2021، راح يرفعون أقنعتهم وقد تنبسط وقد تتضايق. قد تنبسط انه اوه اخيرا كشفنا الناس على حقيقتهم، سواء كانت حقيقة جيدة او غير جيدة. وقد تتضايق وتقول انه انا ما عاد اتحمل، واو اكتشفت انه والله كل المجموعة اللي معاي كانوا باقنعة، واو اكتشفت انه كل زملاء العمل كانوا يعني حاطين ماسك. فممكن يكون لك نوع من الاحتجاج، نوع من الصدمة، نوع من المفاجأة. لكن كل سواء كنت أنت تجامل أو كانت أطراف الأخرى اللي حولك يجاملون، كلها في النهاية التغير هذا يصب في مصلحة الصورة الكبيرة للبشر، لأنه البشر يتجهون للتطور، فهذا جزء من التطور اللي راح نقوم فيه. وإن كان في ناس يحبون النصابين، شلون اقولها بطريقه يعني الطف، لانه لو تقول لاحد انت تحب النصابين يقولك لا انا احب النصابين، يعني يحبون اللي لابسين ماسك. في ناس يحبون كذا، يحبون انه حولهم احد طول الوقت يطبل لهم بالصح وبالغلط وبالاي وباللا وكذا طول الوقت. في اشخاص هذه طبيعه، يعني يفضلون هذا الخيار في الحياه، فهذولا كثير راح يعني ينصدمون، راح يخسرون، يمكن تتلخبط كثير من جوانب حياتهم. هذا كثير مهم ان ننتبه له، سواء كنت انت تجامل او تحب او يعني قاعد تسوي الماسك هذا بنفسك، او انك انت تحب انك تشوف هذه الماسكات حولك. وقد تعطيك الحياة رسائل بسيطة ثم تعطيك اياها على مستوى كبير، فجيد انك مجرد ما تلحظ هذه الرسالة على طول تغير من نفسك، على طول لا تتأخر.
الشيء الثاني اللي برضو من الجيد ان ننتبه له في 2021، راح نبني العلاقات بطريقة اكثر انسانية، بمعنى انه العلاقات الانسانية راح تكون اقوى من المصالح، وان كانت هاي بس اقصد بالمفهوم اللي الان احنا عايشين فيه، بمعنى انه شخص مثلا يحتاج الى دعم راح يلقى الناس اللي يدعمونه، شخص يحتاج الى مساعدة راح يلقى الناس اللي يساعدونه، شخص راح يلقى مثلا يحتاج ناس يدافعون عنه راح يلقى الناس اللي يدافعون عنه، شخص تعرض لمظلومية يحتاج إلى مجموعة أشخاص يقفون في صفه راح يلقى الأشخاص اللي يقفون في صفه. وهذا أيضا تطور من تطورات البشرية، لأنه البشر في السابق البشر في السابق يدعمون أو يقفون أو يعطون طاقتهم للظالم. احنا في لحظات كثير مهمة للبشرية انها يتغير هذا الميزان، انها تعطى هذه الطاقة للمظلوم، وبالتالي راح نكون اكثر انسانية. وهذا يخليني اذكركم بالجملة اللي كثير قلتها وكثير رددتها، انه خل عندك مجموعة داعمة واطلب المساعدة. انا اؤمن بهذه الفكرة، لكن بلاش استعباط. خلنا اقول لك كيف. يعني انت لابد تكون محاط بمجموعة تدعمك، لانه انت كانسان تطلع وتنزل، هذا طبيعي. اذا ما طلعت ونزلت معناها في شيء مو طبيعي. فكونك تطلع وتنزل، لما تنزل انت محتاج جروب السبورت، هذا ولا الناس الداعمين لابد تحضرهم قبل ما تطيح او قبل ما تمر بهالداون هذا. فالان ممكن هذا وقت جيد انك تبني هذا التيم حقك، وقت جيد الان واحنا نستعد ل 2021 انك تقول يلا مين المجموعة اللي راح يساعدوني لما انا اسقط او لما اطيح او لما احتاج شيء. خلي اذكرك انه طبيعة اتجاهنا كبشر الى فكرة العلاقات الانسانية راح تخلي شخص في اقصى الدنيا كثير قريب منك، وشخص قريب مو كثير قريب. بمعنى ممكن الشخص اللي يسوي لك السبورت هذا شخص يمكن في فيتنام ولا في الصين ولا في امريكا ولا، فهمتوا قصدي؟ انه راح نلقى الانسانية في 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 كثير ناس، مش بالضرورة يكونون عندهم تايتل، يعني زوجة، زوج، أخ، أب، أم، جد، جدة، عم، مش بالضرورة. فراح تلقى الإنسانية منتشرة، والعطاء وتدفق الطاقات للمساعدة موجود ومنتشر. لذلك هذا توقيت جيد إن إحنا نبني هذا التيم لأنفسنا، ونكون إحنا يعني عندنا زي ما نقول ظهر. برضو أذكرك بقصة بالموضوع برضو اللي تكلمت عنه كثير، اللي هو أطلب المساعدة لما أنت تحتاج، لأنه بعض الناس يكونون عايشين في حالة خوف أو حالة غضب أو حالة كبرياء، فبالتالي لما يحتاجون مساعدة لا يطلبونها، وبناء عليه تتعطل لديهم طاقات كثيرة. لذلك لما تكون انت في هذا الموقف اطلب المساعدة، لكن لا يعني هذا الكلام انه انت ما تساعد نفسك. لا يعني صحيح في مقابل اطلب المساعدة، في ناس مسدحين على السرير ويطلبون المساعدة، لا يعني حتى الاشخاص اللي يبغون يساعدون لما يشوفونك على السرير ما راح يساعدونك. يعني الاشخاص المساعدين الحقيقيين يعرفون كيف ومتى وأين تقدم المساعدة. الأشخاص المساعدين الحقيقيين
يعرفون كيف ومتى وأين تقدم المساعدة، ما يقدمونها كذا عشوائي وفوضوي وكل من طلب وكل من انسدح على السرير يقدم له مساعدة، لا هذا خطأ، خطأ شنيع أصلا. فأطلب المساعدة وقت ما تحتاجها بطريقة صحيحة وكيفية صحيحة بوقت صحيح، وأيضا ساعد نفسك، ساعد نفسك، لا تتوقع أنه يعني أنت يعني تنسدح على السرير تقول يا جماعة ساعدوني أنا أبغى ثراء، وبعدين المفروض يعني أن الناس كلها تشتغل إنسانيا يعني لك تشتغل تضبطك، لا لا ما رح يسوون لك، ما حد يسوي لك كذا، ما حد يسوي كذا. هذا شيئين مهم أن ندركهم وحنا نستعد ال 2021، رح نخلع الأقنعة وإن رح نكون أكثر إنسانية. قولوا لي مين بدأ يستعد ل2021؟ مين بدأ يستعد؟ حطيتوا نواياكم، كتبتوا أهدافكم، قررتوا كيف تستعدون؟ في أحد حضر القفزة؟ قولوا لي. ري تقول أنا، جي أيو أنا، ندى، هيفا حبيبة قلبي خدت القفزة مبروك، لسه أنظف الله يقويك، مستعدة أنا. أوه ليش ما تحجبين؟ هذا يعني يعني على طاري 2021 يعني متسق مع ال... نستنى البومة الزرقاء موجودة في الموقع، البومة الزرقاء موجودة، اللي يبغى يشتريها موجودة، بس لسه ما تكلمت عن الموضوع. على وشك الاستعداد أنا إن شاء الله، مو أنا. غالية حبيبتي ويك أب، رسالتي لك لليوم يا غالية، هذه فرصة، هذه فرصة، استيقظي. أقفلت الملفات العالقة، برافو، متحمسة بشكل، اشتريت الأدوات، يا سلام، نضبطها، أوكي، بحضر القفزة على أتم الاستعداد، مبروك. شو ذبذبات 2021 موجودة في القفزة؟ تستيقظ من؟ من النوم العميق اللي هي فيه. النية والباقي على الله، عجيب عجيب. طيب تبشري القفزة اليوم، مبروك مبروك حبيبة قلبي مقدما. أبدأ بالقفزة والوعي الطفولي، كلهم كلهم ما يتعرضون، اشتغلي اشتغلي فيهم كلهم، لأنه راح تكتشفين أنه القفزة بس بتعلمك على طاقة 2021، بعدين تسوين تصحيح للنوايا الماضية، بعدين تكتبين أهدافك، وفي رأس السنة فيه تأمل راح نسويه كلنا مع بعض جماعي، فما يتعارض، اشتغلي هذا وهذا، بالعكس ممتاز، فكرة ممتازة. بكمل طيران وتجلي 2021. شو معناها القفزة؟ معناها قفزة، معناها كذا جامب كذا، يعني تقفز، يعني تسوي قفزة، يعني يعني نحس انه كأنه احنا عندنا كذا تخرج، فاحنا لازم نسوي هذه القفزة. هذه بدأت استعد 2021، توضحت اهدافي، برافو. تكلمي عن النهايات، راح نتكلم، نبي جروب تليجرام. والله الى الان ما اقتنعت بالفكرة، قولي لي اذا اذا في شيء يعني فاتني، الى الان ما اقتنعت بفكرة التليجرام، ما ادري ليش. فكرت اكثر من مرة، قلبت الموضوع، ما اكتشفت شيء ممكن يعني يعطينا شيء اضافي في تليجرام الى الان، بس اذا في احد عنده زاوية يقدر يقول لي اياها. طيب 2021 يبغى لنا حفلة مو قفزة، والله فكرة نسوي حفلة في آخر يوم في السنة. طيب خلونا ناخذ أسئلة وخلونا نركز على استعدادات 2021. إيش هي البومة الزرقاء؟ البومة، تعرفين البومة؟
تعرفين البومة؟ البومة العادية، البومة هذه اللي يعني الطائر اللي يرمز له بالحظ والنحس، هذه البومة. البومة هي رمز للحظ في بعض البلدان، وهي رمز للنحس أيضا في بعض البلدان. أما ليش البومة زرقاء؟ لأنه 2020 هي سنة زرقاء، هي سنة لونها أزرق، فكانت البومة الزرقاء. لكن الكورس يتحدث عن الحظ، يتحدث عن طبخة الحظ. كيف هي طبخة الحظ؟ يصير نصحح العلاقة ولا العلاقة؟ شوفي طبعاً 2021 راح خلنا نقول تنخل العلاقات نخل، يعني حالة من الاختبار للعلاقة. يعني إذا عندك علاقة تهز راح تختبر أكثر في العلاقة، يعني العلاقات راح ينقال فيها كذا ها يعني هز 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 هز، مين يعني يقدر يثبت العلاقة الحقيقية، العلاقة الواضحة، العلاقة اللي فيها إنسانية أكثر، العلاقة فيها تبادل طاقات صحيحة، العلاقة المتوازنة هي تستطيع أن تثبت. لكن كثير من العلاقات راح تتعرض لهزة كبيرة في 2021. أنا أقول إنه خلي الأمور تمشي زي ما هي، راح تطلع لك الرسائل على السطح، راح تبين لك. يعني ما يحتاج انت تقررين قرار، الرسائل راح تطلع وانت اتبعي الرسائل، اتبعي الرسائل. كيف اخلي سنة 2021 من اجمل السنين؟ طيب الحين تخيلي خلصت 2021 وتبغين 2022 برضو سنة جميلة، خلينا نقول سنة جميلة، ما يحتاج نقول اجمل السنين، سنة جميلة يعني مثل كل السنوات الجميلة اللي راح تعيش فيها وتعيشين فيها. أنا بالدرجة الأولى أقترح وضع النوايا والأهداف، كتابتهم، تركيزهم، إنك تعمل مديتيشن وتطلقهم. هذا يعني هذا شيء مهم 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 ورئيسي رئيسي رئيسي. اللي ما يسويه يعني كثير بعيد بعيد عن فكرة الاستعداد. المرحلة الثانية اللي هو تصحيح النية، إنه إحنا ناخذ نوايانا القديمة ونتخلص منها ونبعدها عن الطريق عشان ما تشوشر علينا، لأنه عندنا نسخة جديدة من الحياة قاعدة تتحضر أو بناء جديد، فما نبغى الأشياء المتناسبة مع البناء القديم إنها تحضر وتخرب علينا. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث اللي أقترحه أيضا من اقتراحاتي اللي بغيت إني أسويها هذه السنة، اللي هي أني أفهم رسائل النهايات، لأنه زي ما قلت لك العلاقات راح يعني كذا تتعرض لشك يعني قوي كذا، فمهم أن نفهم إيش رسائل نهايات العلاقات، إيش رسائل نهايات. كثير أهداف راح تقفل، كثير علاقات راح تخلص، كثير أشياء راح ينقال لها باي باي ومع السلامة وخلص الفصل هذا وخلص هذا الشابتر وخلص هذا الكتاب وخلصنا هذه القصة، كثير أشياء راح يكون خلصنا خلصنا خلصنا. فجيد أنه يكون عندنا وعي برسائل النهايات. برضو واحد أشكال الاستعداد اللي حبيتها أنه إحنا نفهم الحظ بشكل أو نفهم الخلطة المخفية عندنا، نفهم السر، نفهم سر الحظ. وش سالفة الحظ هذا؟ ليش في شخص كذا يعني فجأة كل الأبواب بتنفتح له، وشخص يعني يمكن يكون مجتهد ويطق البيبان وما أعرف إيش وما تنفتح له؟ إيش سر خلطة الحظ هذه اللي نحتاج إن نعرفها صراحة في 2021؟ ليش؟ لأنه في تبديل مواقع، في تبديل مواقع، في تبديل مواقع. يعني في ناس بيسقطون، في ناس بيطلعون، في ناس بيروحون رقم واحد، في ناس بيرجعون رقم عشرة، في تبديل مواقع في حياتنا كبشر. لذلك فكرت انه يعني مهم ان احنا نفهم الحظ عشان ناخذ يعني كذا طريق، ناخذ قفزة كذا في 2021. وين النقطة المهمة يا جماعة؟ وين النقطة المهمة يا جماعة؟ وين النقطة المهمة؟ تخيل شخص في بداية الثورة الصناعية اللي بدأوا فيها البشر قبل سنوات طويلة،
وقفز بطريقة صحيحة وطرق الباب الصحيح واختار الهدف الصحيح نوى النية الصحيحة واشتغل، وين تتوقع موقع الآن في الخريطة؟ هذا اللي أنا أقول لك إياه، هذا اللي أقول لك إياه. إحنا الآن في موجة جديدة بشرية، أنت تقفز في هالموجة يعني راح تمسك سنوات قدام، سنوات سنوات لا يقل عن 30 سنة قدام أنت راح تمسك الدرب. بس اللي يتأخر يتأخر، لذلك أحس 2021 فرصة كبيرة كبيرة كبيرة. فعشان كذا قلت لازم نعرف الحظ، لازم نفهم الحظ. من الأشياء اللي برضو أحس أنها كثير مهمة موضوع التنظيف، خصوصا إذا عندك أشياء عالقة ومتورط فيها ولخبطة وفوضى ومخلفات طفولة ومخلفات ما أعرف إيش، يعني كيف شخص ممكن يوصل مكان هو في شيء عالق فيه من وراء كذا، في مصايب قاعدة يعني تمص الطاقة منه وتستغله وتسحبه وما يقدر ما يقدر ما يقدر يحط أهداف يحط نوايا ما يقدر. فأعتبر أيضا التنظيف طريق كثير مهم وكثير ممتاز، وعشان كذا حطينا كورسات التنظيف الشهر اللي راح، وما زال موجود عندنا اللي هو البوم الباب الخلفي، موجود في كثير من الأماكن مجانا اللي يبغى يعمل تنظيف، كثير سهل كثير مساعد، 21 يوم مجرد انك تلتزم بالاستماع، وراح يساعد كثير انه تنتبه لهذه الأشياء وتحررها او تنظفها من حياتك. يعني هذه اللي اهم الأشياء اللي نستعد فيها. كيف أحقق الحرية في سنة 2021؟ الحرية راح تأخذ موجة طبعاً في 2021 وكثير عالية، يعني البشر راح يتجهون إلى مزيد من الحريات، مزيد من الحريات، كثير 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 حريات، وهذا راح يمر على الجميع شاء من شاء وأبى من أبى. بمعنى إذا في أحد ماسك الريموت كنترول حقك وقاعد يديرك راح تمر عليه الموجة. وخطابي الآن مش للأشخاص اللي يطالبون بالحرية، خطابي الآن للأشخاص اللي ماسكين الريموت كنترول، اللي قاعدين يديرون شخص ويتحكمون بحريته ويمنعونه من أن يمارس إنسانيته وحقه الطبيعي. يعني يمكن هذه بنت تبغى تروح للسوق مثلا على سبيل المثال، وعندها أخوها يعني مقفل الباب ولا معي ولا أي واحد كذا، يعني عايش جو يعني ما يناسب 2021، راح يجيهم راح تجيهم الموج، راح تجيك الموجة، راح ترى يعني ما لها داعي، يعني لما يعني تقرأ في تويتر قانون يعني ولا كذا، يعني تحس انك يعني ايش يعني من فوق خشمك، خلك كذا بأدبك واحترامك كذا يعني بكل أدب واحترام يعني سلم الريموت كنترول لأصحابه. صحيح صحيح صدقني الموجة جاية يعني على الجميع، صدقني صدقني. فأنا أقول لك أنت كلمك أنت بإنسان كإنسان عاقل كإنسان ناضج، يعني حفاظا على الكبرياء وحفاظا على إيش، حفاظا على ماء الوجه كذا، الموجة جاية جاية، شئت أبيت قاتلت وقفت في وجه الموجة راح تتدمر راح تتكسر. فكذا يعني خلك على قولتهم يعني خلك جميلة كذا، خلي يعني انت مسوي معروف، ويعني سلم الريموت كنترول، يعني تسوي مفاوضات حط يعني اشياء يعني حفظا حفظا لماء وجهك. لكن الحرية جاية جاية جاية، الحرية للجميع ومستويات متعددة قد ما نتصورها ونتخيلها، لكنها هي موجة راح تأخذ البشرية في مكان ثاني، راح تأخذ البشرية في مكان ثاني، وما راح تكون فقط على مستوى الأفراد، راح تكون حتى على مستوى المجموعات، وأيضا راح تطال الاتجاهات أو المجالات اللي يهتمون فيها البشر، يعني العلوم الفنون تطوير الذات كله راح يرتفع السقف، راح يطلع السقف فوق، راح يطلع السقف فوق. وبعض الناس طبعا لانهم محظوظين ولانهم عرفوا ايش الحظ
راح يقفزون مع الجو، وبعض الناس يعني يمكن يقعدون يقاومون سنة سنتين، يقعدون يعني يحاربون التطور والحرية اللي راح توصل لها البشرية. يعني ما استبعد انه لما يطلع روبوت انه في ناس راح تعترض، وراح ناس راح تزعل، وراح تكون في منظمات ضد الروبوتات، وراح يكون في منظمات لحقوق الانسان مقابل الروبوت، والله اعرف يمكن يكون في برضه منظمة لحقوق الروبوتات، يمكن ما ادري ايش يصير. ف يعني هذه الاشياء راح تجي في الطريق، راح تجي في الطريق. لكن انا مو قلقه انه انت يعني مو قلقه انا كثير انه انت بتحققين الحريه، وراح تحققين الحريه. اذا ابغى اقول لك ركزي على مسؤولياتك، ركزي على مسؤولياتك اليوم، اقعدي خذي ورقه وقلم واكتبي ايش هي مسؤولياتي في الحياه، وكيف التزم فيها 100%، وكيف اكون قد هذه المسؤوليه، كيف اكون على قدر هذه المسؤوليه. هذا كثير راح يفرق على الاقل في تعاملك مع الكون، لانه انت ما تتعاملين مع الشخص هذا اللي ماسك الريموت كنترول، لا هذا يعني ولا شيء، هذا انت تتعاملين مع الكون، تتعاملين مع الكون بشكل مباشر. فورينا مسؤولياتك، وورينا قدر التزامك بمسؤولياتك، وقدر احساسك بالمسؤوليه، لانه كل ما كان الشخص مسؤول كل ما اعطيت له حريه اكبر. ايش خلطه الحظ موجوده عندك في البومه الزرقاء؟ ينفع البوم الخلفي مع دوره الخوف؟ اي ينفع، ليش لا، بالعكس راح يسوي كثير شغل كويس. هل اجراءات الهجره المعقده لبلد ما تدل على عدم مناسبه الهدف ووجوب غض النظر عنه؟ خليني اقول لو كنت مكانك، خصوصا في ظل الظروف هذه، في ظل التغيرات، يعني بعتبرها اشاره، نعم بعتبرها رساله. هل موهبه التصوير لها مستقبل في 2021؟ اول شيء قولي لي انت وين، انت وين، هذا شيء كثير كثير يعتمد، كثير موقعك من الاعراب كثير يعتمد. قلت لك واقف 2021 الخريطه راح تتغير، الخريطه راح تتغير. في ناس كانوا يحسبون نفسهم يعني مركز الكون، راح ينسحب، تنسحب منهم كل المراكز، راح تتغير الخريطه. بالنسبه لي انا شايفه الفنون كلها تتقدم، ولكن اذكرك اذا انت تبغين شيء يعني تلحقين تدخلين في الموجة الجديدة هذه، أنا أدعوك إلى أنك تربطين الموضوع بالإبداع والتكنولوجيا. كيف؟ ما أعرف، هذا مو تخصصي ولا مجالي، سأليني عن مجالي أوكي أبدع لك، أقول لك كيف أدخل التكنولوجيا والإبداع في مجالي. هذا شغلك أنت، فكري كيف، حطي الموضوع كذا في زاوية، وسوي عصر ذهني، فكري، سوي مديتيشن، قلبي الموضوع، عصر الموضوع، اسألي ناس مبدعين، احضري كورس في الإبداع، احضري كورس في التكنولوجيا، ضبط القصة. يصير أحط نية الثراء وأنا ما عندي وظيفة؟ يصير، بس لو جتك وظيفة تقبلين، هذا هو. يعني تقولي أوكي أنا أبغى الثراء، أوكي الثراء بيجي على مراتب أو على درجات، صح ولا لا؟ فبالتالي قد تكون درجة رقم واحد إنه تجيك وظيفة، وتقول لا والله لا وينكم، أنا حاطة نية الثراء بعدوا عني تعطوني 4000، لا 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 لا، النية غير، لا أقبلي فيها وبعدين شوي شوي على اللي بعده على اللي بعده، درجات. يعني أنا أؤمن بفكرة التدرج، أؤمن بفكرة إنه بعد الواحد اثنين، أصلا أخاف لو حسيت نفسي اني طلعت من الواحد للثلاثة، انا كذا يعني لا احس لا شوية استنوا شوية، خلونا نطبخ الفكرة اكثر، خلونا نفكر اكثر، خلونا بهدوء اكثر. فحفاظا على هذا الثراء اللي انت تبغينه، امشي الخطوات خطوة خطوة وشوفي وين توصلين. ترى مشكلة مرات الاشخاص يمشون خطوة بس يعلقون في الخطوة، فيحسون انهم هم قاعدين يفكرون، لا امشي خطوة خطوة، بعد الواحد اثنين، خلاص خلصت الواحد انتقل لاثنين، خلصت اثنين انتقل ثلاثة، وهكذا. كيف اتمكن من اني اسمح وابدأ من جديد؟
أعتقد إنه أنت يعني تقصد إنه كيف أسامح وأبدأ من جديد. تبدأ من جديد أتفق معك، أسامح والله مو مرة أتفق يعني، يعني مدام فيها كيف كيف أسامح فالموضوع يعني في غصة الموضوع، فأنا مو مش من مو أنا مو مؤيدة لأن ندف الأمور دف كذا، لا برضو بعد الواحد اثنين زعلان زعلان، هنا قاعدة هنا لسه ما خلصت، فمش مؤيدة إنه إحنا ندف الموضوع يعني بالغصب وكذا، لا خلاص أنت مو مسامح مو مسامح، أوكي يمكن 2022 2023 أنا أعرف تبدأ من جديد عادي، يبدأ من جديد، ما في أي شيء يتعارض إنك تبدأ من جديد بدون ما تسامح. أوكي الآن أنا أخذ درس محترم من هذا الشخص وماني مسامحته، بس يلا نبدأ قصة، نبدأ صفحة جديدة، حط شروطك، حط نقاطك، حط الحدود، حط القيود، حط الأفكار، حط الفاوض على اللي أنت تبغاه، تسامح لا ما تسامح ما. لسه ما أنت تقول كيف أنا يعني أدف الموضوع هذا، يعني ما عندنا طريقة سحرية يعني ما في، فخذ وقتك خذ وقتك ومرات اصلا مرات فكرة انك ما تسمح هي المشاعر اللي تبقيك حتى تفهم الدرس، خليك منتبه يعني مرات كونك تسامح تقول اوكي خلاص سامحت يا جماعة يعني انا كريم وكذا عدي ولا ادقق في الموضوع، معناها انه يمكن انت ما فهمت الرسالة، او معناها ما ألمتك بالقدر الكافي، ما وجعت بالقدر الكافي، فتقول لا والله الموضوع هنا عالق هنا، اوكي مزعجني خليني افكر فيه مرة ثانية، اوه هذا الشخص عصبني أثارني استفزني، أوكي خلني أفكر في الموضوع، لا ما أقدر أسامح، خلني أفكر في القصة، خلني أفكر، فالشعور هذا وإن كان مؤلم وقاعد يسحب طاقتك بس هو قاعد يذكرك، قاعد يقولك ما هي الرسالة ما هي الرسالة ما هي الرسالة ما هي الرسالة ما هي الرسالة، فما يصير إني أنا أقول يلا ادفش الموضوع وسامح وكذا ولسه اللمبة ما ولعت في رأسي، ما ولعت اللمبة، فالشعور هذا يشكر ترى مرات يشكر يعني، لأنه يبغى يولع اللمبة عندي، يبغاني أتألم بالقدر الكافي عشان أولع اللمبة، مشكلتنا ما أولع اللمبة لما نتوجع لما نتألم لما نضرب الأرض، فالشعور كذا يوجعك لما تولع اللمبة، لما تولع اللمبة تقول أوكي مش الموضوع، يمكن في 2022 ما ندري، من جديد كيف ممكن أطلع من حالة اكتئاب؟ أوكي أبغى أقول كيف ممكن أطلع من حالة حزن؟ عندي كورس اسمه كورس الحزن موجود على الموقع، إذا أنت أو أنت مهتمة إنه أنت تحرر هذه الطاقة أو تلقى لها طريقة، لكن اللي أبغى أقوله وهذه زاوية الوعي اللي أنا أتحدث عنها، لكن إذا عندك مشكلة صحية راجع المستشفى وراجع طبيبك، اللي أبغى أقوله أنه الظروف اللي مرينا فيها في 2020 والظروف اللي راح نمر عليها في 2021 كثير متسارعة ومتغيرة ومختلفة عن البرمجة اللي إحنا تعودناها، لذلك العقل راح يصدم، العقل يعني راح يكون في حالة من الذهول ومن الصدمة ومن الاستنكار ومن المخاوف ومن يعني بعض الناس راح يسحبون أنفسهم شوية من البلورة ويقعدون يتفرجون ويحايدون عشان يحمون أنفسهم، والدراسات تقول إنه الاكتئاب ارتفع، اكتئاب طلع يعني في 2020، فمهم إن إحنا ننتبه لمشاعرنا في الفترة القادمة، ننتبه لمشاعرنا،
ننتبه كيف نديرها، كيف نتصرف معاها، كيف نحررها، كيف ننظفها. يعني البشر راح يكون عندهم احتياج كبير جدا جدا لإدارة المشاعر. وهذه السنة قدمت كورس خريطة المشاعر، وهو كورس جديد على البشر، يعني ما سبق أحد تكلم فيه. أعتقد أنه السنة القادمة إن شاء الله راح نطلع الكورس مرة ثانية، السنة القادمة راح يكون له أهمية أكبر وحضور أكبر ووهج أكبر. ليش؟ أنه الناس راح تكون أيضا منتبهة لقضية المشاعر أكثر، راح يكون الناس كثير يعني يفكرون شلون، طب شلون ما راح يكون الموضوع ثانوي مثل زمان. مو مهم أني أنا خايف أو غاضب أو عندي اكتئاب أو مطلق، لا، مهم، مهم. راح يكون الشعور كثير مهم، الشعور كثير مهم. راح تدفع الناس فلوس عشان هذا الشعور، راح تبذل جهد عشان هذا الشعور، راح تعطي كثير من وقتها عشان موضوع الشعور. لذلك اهتم بنفسك، اهتم بنفسك. ولأنه زي ما قلنا بعد راح يكون فيه، شوف كيف الأمور كثير يعني مرتبة ومتداخلة، إنه حتى على مستوى العلاقات راح الناس تتخلص من العلاقات المزعجة، تخلص العلاقة اللي مش حقيقية ومزعجة وفيها كثير يعني ولا فيها إنسانية، خلاص الناس راح ترمي لأنه ما عاد هم حمل. يعني عندنا أصلاً حياة بنسخة جديدة، بعد قاعدة أتحمل بعد ناس يعني مضيعين وقتي، يعني يا دوب احنا نفهم الحياة بطريقة جديدة عشان اقعد اتحمل هالناس هذول اللي حاطين ماسكات، وافهم الغازهم، وافهم وش يبغون، وافهم يعني وش يقصد يوم قال كذا، ويوم قال بوجهه كذا، ويوم قال بيده كذا، وش كان يقصد، وما فهمتوني، انا كنت ساكت، المفروض يكون فهمتوني. فالناس مو فاضية تفهم الغاز، خلاص. يعني في اشياء كثيرة في الحياة مطلوب منا نفهمها، محتاجين عشان انت تعيش في 2021 راح تحتاج انك تفهم كثير اشياء، تعرف كثير اشياء، تعيش مع المتغيرات الجديدة. شوف هذه السنة كم تعلمت من اشياء جديدة، خصوصا على مستوى التكنولوجيا، كثير كثير اشياء. فيعني هذا اللي بيصير، لانه الناس راح تقيم مشاعرها اكثر، راح تهتم مشاعرها. جيد انه تكون عندنا هذه الموجة، وجيد انك انت تنتبه لنفسك كفرد، انك تنتبه لمشاعرك، تحافظ على مشاعرك، يكون عندك استراتيجية يا جماعة. يعني من الجيد انه عندي استراتيجية موجودة عندي في كذا في الكومدينة، استراتيجية في التعامل مع مشاعر. يعني لو تورطت كذا يوم من الايام ومشاعري راحت داون، وش الحل وش الطريقة؟ فلا بد يكون عندي كذا يعني ايش، ورقة كذا ملفوفة في الكومدينة أطلعها وقت الحاجة، كذا أتابع معاها، أرتب شعوري، أرتب خطواتي، لأنه في هالوقت الواحد يكون يعني يدوب يعني يجمع يعني نفسه لما يتورط. سؤال جميل ما له دخل، بس عشان نتكلم على علاقات حلو إن نستعرضه. متى أعرف إن هذا الشخص سيء، ومتى أعرف إن هذا الشخص انعكاسي؟ هو إذا سيء هو انعكاسك على طول. على طول، ما فيها يعني ما فيها رأي آخر ترى. هو إذا سيء هو انعكاسك، ما قلنا شيء، بس لا يتعارض مع أني أنا أطرد السيء من حياتي، لا يتعارض مع أني أقول للشخص السيء هذا غلط، غير مقبول، غير صحيح، كذاب، ولا أقبل كذبك، اطلع برا حياتي، اوت، خاين، ولا اقبل خيانتك. اتس اوكي، انعكاس لي، فهمت الدرس، بس لا يعني اني انا استقبل، لا يعني. فخلونا ما نخلط الموضوع، سيء سيء. كيف الناس اللي تفكيرهم قديم بيتعايشون في 2021؟ وش نقول وش نخلي، وش نقول وش نخلي؟ مرة كثير الوضع ترى مؤلم، كثير الوضع مؤلم. يعني قاعدة أتخيل لو كان عمري 70 سنة ومرت الدنيا بهالثورة التكنولوجية هذه، ويعني طلعت الروبوتات وأنا في عمري 70، صحيح يعني وش بسوي؟
الموضوع ما هو بسيط، ما هو بسيط للي أعمارهم كبيرة، للي عندهم برامج عقلية تقليدية، ما هو سهل الموضوع، ما هو سهل. وش بيصير لهم؟ بيصير لهم اكتئاب، وبيصير لهم داون، بيطيحون في الأرض، بتجيهم صدمات، بيشعرون بالوحدة، بيشعرون أنهم لحالهم، يعني يتألمون. وسوري سوري سوري إني أقول هذا الكلام، أقول ولا ما أقول؟ خلنا أقول إنه يطلعون من الحياة، يكون هذا خيار، لأن الأرواح هذه أرواح طفلة وما يكون عندها فرصة أنها تتطور. لكن عندنا خيار المساعدة، عندنا هذا الخيار. إذا في شخص قريب منك وعزيز عليك، أرجوك أرجوك دخله في جو التكنولوجيا، أرجوك. إذا عندك أمك أبوك، شخص كبير في السن، شخص تقليدي، يا أخي سو له حساب كذا، إن شاء الله يعني يتابع يعني حثالة السناب، it's okay. لأن إذا ما دخل هذا الجو ترى بيصير برا اللعبة، ها صحيح والله أنا صادقة، بيصير برا برا مرة برا البلورة كامل، ما مو قادر يستوعب القصة. حط له سناب، حط له نتفليكس، حط له اللي موجود، أسهل الموجود، يعني أي شيء سهل كذا ممكن يتعامل معه، خلهم يدخلون الجو. أعتقد إنه قد يبدأ يكون في مثلا كورسات تدريب للكبار السن، قد مفروض يعني أحد يشيل الفكرة هذه ويعني يطلع من وراها فلوس، وتكون فكرة إنسانية كمان، يعني صراحة فيها خدمة كثير، ويروح لهم البيت. الله يا جماعة بليز أحد يسوي هذه الفكرة، تكفون تكفون. يعني تقول لك إيش، أنا أدرب الرجال الكبار كذا، شاب يقول لك أنا أدرب الرجال الكبار كيف تعملوا مع التكنولوجيا، ويجي البيت يدرب أبوك، إيش رأيكم؟ أو واحدة كذا بنت فاهمة وشاطرة وذكية، تعرف تتعامل مع الأمهات الكبار وتسوي هذا المشروع. حلو والله الفكرة. بس إحنا لازم إحنا نتعاون صراحة، لازم نتعاون. يعني إذا عندك ناس مهمين، عندك ناس تحبهم، عندك ناس يعني تبغاهم يعيشون هذه الحياة ويجربونها ويستمتعون فيها، وترى على فكرة بعد فترة عادي إحنا بنرجع نستمتع وننبسط ونشوف جمال الحياة بطريقة مختلفة. لكن البدايات صعبة، البدايات صعبة، إنه إحنا ندخل هذا الجو صعب شوي. وبرضو هذه برضو رسالة لنا إحنا على فكرة كأفراد، إنه إحنا يعني نطور من أنفسنا بليز، يعني دف نفسك. لما يعني تعلق في شيء في الكمبيوتر ولا في شيء في الجوال، حاول مرة ثانية، وحاول مرة ثالثة، وحاول مرة رابعة، وحاول مرة خامسة. أرجوك تذكرني يوم من الأيام لما تسوي شيء ولا يضبط، لا في الجوال ولا في الكمبيوتر ولا في الإنترنت، أرجوك حاول 5 مرات عشاني، قل عشان الدكتورة سمية، وحاول 5 مرات، بحاول 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 بحاول. ودائما تذكر انه الاشياء مسوية على مستوى يعني عقول اغبى الناس، يعني اغلب الاشياء متسوية بتكنولوجيا، يعني الشركات المتطورة ما راح تقدم لك يعني منتج معقد، هي بعد تبغى تبيع صح ولا لا، تبغى تبيع وتبغى تنتشر، ما راح تقدم منتج معقد. لذلك هذه الشركات تجيب يعني أغبى الناس عشان يجربون المنتج، ويجربون المنتج لما يعني ينجحون، الأغبياء لما ينجحون خلاص يطلقون هذا المنتج. فدائما حط في بالك ترى هو مو مسوى للعباقرة، لا تخاف، لا ترتبك، لا تأخذ خطوة لورا تقول لا الموضوع صعب، لا ما لا عادي، حاول. أصلا هو يعني متسوى بطريقة بسيطة وينفهم. في واحدة جدتها حطوا لها سناب، الله الله أكبر. كيف مين تتابع؟ قولي لنا مين تتابع.
هل الطب من مجالات 2021؟ ما أعتقد. أعتقد إنه أتوقع شوفي يعني ممكن أكون يعني توقعي غير صحيح، لكن إذا فكرتي في الموضوع يعني المفروض يجاوب على سؤالي روبوت، مو أنتم حافظين الكتاب صح ولا لا؟ فيجاوب على سؤالي روبوت ويصلح عمليتي روبوت، وهو أدق منكم صح؟ ف صحيح راح تبقى اللمسات الإنسانية، لكن أعتقد إنه يعني في وجهة نظري مو جذاب زي الماضي. يعني يمكن الطب البديل، يمكن الأشياء الطب المثلي، الطب التكميلي، الطب يمكن هذه الأشياء يكون لها حظ أوفر يمكن، بس الطب العادي لا، ما أعتقد. يعني الآن بتصير عندنا آبات تجاوب على أسئلتنا الطبية كذا، يعني نرسل صورة يعني ويشخصون من خلال الآب وخلاص يجاوبون على سؤالنا، وما أعتقد إننا بنروح ونقعد سرة وننتظر الطبيب وندفع مبلغ، يعني قديمة الفكرة شوي. ما يمكن تشتغل كم سنة زيادة، بس ما هي في تزايد، لا خلاص في انخفاض. والآن الشاطر اللي يسوي هالأفكار هذه، أتوقع أنها موجودة أوريدي، الشاطر اللي يسوي لآب ويشغل كل الأطباء ويصير المريض باشتراك شهري، يعني تشترك مثل النتفليكس تدفع لك يعني 50 يمكن دولار في الشهر أو شيء، وخلاص تمر على كل الأطباء خلال الشهر، ما تحتاج تروح ولا تحتاج تجي، ولا إلا في أشياء معينة يمكن يحتاج لها كشف أو شيء مباشر. يعني أي طب الأسنان ما فيها ها؟ لا التجميل عليكم، التجميل طالع ها، التجميل وال يا جماعة والشيخوخة كله طالع. لازم راح يمددون العمر، لازم راح يمددون العمر يا جماعة. و يعني أعمار البشرية لازم تتغير، ما تكون في الرنج اللي موجود الآن. وبرضه التجميل بدون أدنى شك راح يتطور التجميل، يعني ما راح نشوف. على سبيل المثال لو تتذكرون مثلا في الزمانات يمكن كان الشخص على 40 خلاص يدخل التجاعيد ويدخل يعني تحس انه كذا، هالحين ما شاء الله يوصلون للأربعين تحسهم لسه شباب، فقاعدين احنا نتغير، عندنا وعي مختلف وراح يتطور اكثر التجميل. البشر في انقراض؟ مين قال البشر في انقراض؟ التجارة الإلكترونية ما فيها كلام، التجارة الإلكترونية خلصنا منها هذه. القانون، شوفي قانون الإنترنت بدون أدنى شك هذا راح يضرب الحين، نتفاهم مع الروبوتات، قانون التكنولوجيا والإنترنت، علوم الطاقة، هذه عاد موضوع ثاني نتكلم فيه في وقت لاحق، لأن فيه كثير حديث ذو شجون. طيب يا جماعة تأخرت عليكم، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا اليوم. لا تنسون استعداداتنا 2021 موجودة على الموقع، ألبومة الزرقاء مسارات الحظ السبعة، وعندنا رسائل النهايات،
وعندنا قفزة 2021. من أي مكان في العالم تقدر تحصل على الكورس، تضغط زر. شكرا لايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل. تصبحون على حب.